انت تبدا تشكك في التاريخ. ما ينفع يعني ما تتضايقش من كلمه حلوه، ما تتضايقش. في مصر او في العالم كله في حاجه انا مقتنع بيها، ما اعرفش انتوا توافقوني عليها ولا لا، في حاجه ليها ريحه حلوه، في حاجه ليها طعم حلو. الحاجه دي على فكره ما تبقاش انت عارف انت بتحبها ليه. يعني على سبيل المثال الاهلي مثلا، ممكن تكون بتحبهم وفي ناس كتير جدا منهم مثلا يعني ما بتكلمش على، انا بدي مثال، ممكن ناس كتير جدا منهم ما يبقوش واقفين في ظهرك او بيساندوك او بيأذروك، لكن بتحبهم. اهلك، ولادك، اسرتك، والدك، والدتك، ناس كتير جدا من اللي حواليك ممكن تكون بتحبهم وانت ما تعرفش بتحبهم ليه. ده في نطاق الاشخاص والقرايب والاهل. في نطاق الاشياء بقى، بلدك ممكن تكون بتحبها، مع ان ممكن ما تبقاش هي احسن بلد في الدنيا، بس جواك هي احسن بلد في العالم قديما وحديثا. بتسافر كتير وتشاهد كتير وتشوف اثارات كتيره ومزارات كتيره وحاجات حلوه كتير وتخطف العين، لكن اول ما بتنزل البلد هنا بتحس بحاجه تانية، بتحس باحساس محدش يوصفه غيرك، وممكن كمان ما تعرفش توصفه. اهو من الحاجات دي بقى اللي انت بتحبها من غير ما تعرف انت بتحبها ليه، الاهلي. ما يضايقش ده حد ده ولا يزعل حد ده ابدا، بيبقى حب مجرد، بتحبه مش عشان تستفاد منه، بل بالعكس كمان. مفيش واحد في تاريخ الاهلي دخل بوابة الاهلي ما استفادش من الاهلي، بما فيهم اللي قاعد قدامكم ده. استفدت من الاهلي، استفدت حاجات كتير جدا على النطاق الادبي وعلى النطاق الاجتماعي وعلى النطاق الفني وعلى النطاق المادي. ما فيش واحد دخل بوابة الأهلي ما استفادش من الأهلي بكل الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها. لكن الأهلي مش هيتأسف لحد مثلا كان نفسه في بطولة وما خدهاش والأهلي هو اللي خدها، مش هنتأسف لحد عشان كده، ومش هنتأسف لحد كان واحد بيحلم حلم وصحي علينا، مش هنتأسف على ده. وما يضايقكش، وانت لو حققته هنقول لك ألف مبروك، ألف 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 مبروك. كل حلقاتي او معظم حلقاتي ممكن تبقى داخله في النطاق ده. بكره اللي ياخد البطوله الف مبروك، خدها الزمالك الف الف مبروك، خدها الاسماعيلي الف الف مبروك، خدها سموحه الف الف مبروك، المقاولين الف الف مبروك، خدها بيراميدز الف الف مبروك، ايا كان اللي ياخد البطوله الف الف مبروك. بنشتغل عليها، لكن مش هنعيط. اللي عنده شغل ما عندوش وقت يعيط، ما عندوش وقت يعيط. ده مهم قوي، ده مهم قوي. المنافسة مطروحة للجميع، ولو خدتها ألف مبروك يا سيدي، انت بتشتغل كورة، الرقم هيزيد هنا زي ما قلت لك هيبقى 41، هيزيد هنا يبقى 13، الجاب واسع، بس لو وافق جديد ألف مبروك، يلا كورة، ايه المشكلة؟ مفيهاش أي قضية خالص. نشتغل علينا، نشتغل اللي جاي واللي جاي واللي جاي واللي جاي. لكن امبارح ده بتاعنا، بتاع النادي بتاعنا احنا، بالارقام، بالتاريخ، بالمواقف، بكل حاجه. وزي ما قلت لكم امبارح، دايما الظروف الصعبه تبقى في مصلحه الاضعف، مصلحه الاضعف. تكنولوجيا، الفار، حكم خامس، حكم سادس، حكم سابع، حكم ثامن، حكم تاسع، يعني مش فارقه، مش قضيه، مش هتعمل لك مشكله، بالعكس ده لصالحك، ده لصالحنا احنا. لو اشتغلنا كلنا على فكرة في مصلحة البلد. بتوع الرياضة يشتغلوا في الرياضة، بتوع الاختصاص التانية اقتصاد في كل المجالات، كل حاجة، كل ده لمصلحة البلد. المهم نشتغل. عنوان حلقتنا النهاردة